ماشي يا سمير، ماشي ماشي. السلام عليكم. الله نوجة، مالك؟ مين اللي عمل فيك كده؟ سمير ضربني يا صاحبي. سمير ضربك؟ وفين نوسة؟ ازاي سايبك كده؟ ما بتدخلش المستشفى ليه؟ ما احنا الاول لازم نثبت حالك يا شيخ. يا شيخ ملعون ابو الحاله، يا بنت وشك هيبوظ. هو ده كلام؟ بعدين ايه جوزك ضربك؟ ده عيل ابن حرام. قوم يلا، قوم اوديك المستشفى. قوم يا حبيبتي. مش قادرة يا سهلة، مش قادرة. شايفة مش قادرة وجعني، مش قادرة. شايفة عمل فيها ايه؟ يا صالح تعبت معايا. جرايا نوسة، ازاي سايبة البت كده؟ البت لازم تروح مستشفى، ممكن تكون مكسورة. لا مش كنا لازم نثبت حقنا يا صالح؟ حقنا ايه الوقت؟ بقول لك البت لازم تروح المستشفى نطمن عليها. قومي يلا نوديها المستشفى الاول. قومي يا اختي. روح يا نوسة. معلش حقك على مش عايزة كسر رقبتك. قومي يا اختي قومي. معلش تعبناك معانا يا باشا. ايه اللي حصل؟ هقول لك بعدين. وازاي يا يلا شيل دول انت. خدي معاك. استنى خلاص راحت يا علي. ما تخافش بس انت وزن نفسك بس. يلا اتكل على الله. حط عندك هنا. خلاص الصبح نزلنا كل الكارتين من العربية وكله تمام. بقول لك ايه يا علي؟ قول يا استاذ. هو انت تعرف ست خواجاية؟ ست خواجاية؟ ها؟ وانا بصراحة انا اعرف ست خواجاية، بس يعني معرفة طشاش كده. طشاش كده؟ امال العمال بيقولوا كلام تاني غير كده ليه يا علي؟ معرفش يا استاذ صبحي هما ليه بيقولوا عليا كلام. انا ماليش دعوه انت بتعمل ايه بره الشغل. والله العظيم يا استاذ صبحي، والله العظيم انا ما بعمل حاجه غلط، والله العظيم ثلاثه انا شخص سليم. وانا هصدقك عشان ما تقولش ان انا بكرهك ولا حاجه، بس انا ليه عندك طلب. انت تؤمرني يا استاذ صبحي. بص يا حبيبي، انا عايزك تيجي في مواعيدك وتسلم البضاعه بنفسك عشان ما حدش ضامن حد. كرتونه تروح كده تقع كده. ودي ادويه خطره ولا ايه يا علي؟ لا عندك حق يا استاذ صبحي، مظبوط. حاضر. ده كلام برضه يا موسى؟ توقف اختك وسط البلطجيه والنشالين. انا لازم احبسه، عايز اثبت الحاله دي واحبسه. خلاص يا ست يتطلقوا احسن بدل البهدله كل يوم والتاني. لا يا صالح، الا الطلاق. يعني هو الحبس اللي والطلاق لا؟ ايوه نحبسه لكن ما تتطلقش. تعالي ادخلي ادخلي يا اختي، ما تخافيش ادخلي. والله انت غلطانه يا نوسه، ده ما بينهم وبين بعض عيال. انا لازم اربيه يا صالح، لازم اربيه، ولاد الناس مش لعبه. طب وطي صوتك. استغفر الله العظيم. ده مين اللي شوهك كده؟ مفيش حد يا دكتور، انا اللي وقعت من على السلم على رقبتي واتشلفطت كده، بس الحمد لله جت سليم. انت متاكده من الكلام ده؟ متاكده. دي محتاجه حجز يا دكتور. لا طبعا هي هتبقى كويسه، بس لازم تقول لنا مين اللي عمل فيها كده. محدش عمل فيا حاجه، انا كويسه والله. خلاص براحتي. خلاص بقى يا نوكا، الراجل هيضيع منك. انا هروح ادور على الواد ده واتصرف معاه. ملوش لازمه يا صالح، ده واد ناقص وابن كلب. ابن كلب على نفسه، قولي لي بس بيقعد في انهي داهيه. هو متلقح على القهوه. بنت يا نوكا، انا هروح له اقطع له ايده ويتمدد عليكي. استنى بس يا صالح، مش عايزين مشاكل. استنى يا صالح، مش عايزين مشاكل بعد كل اللي بيعمله فيكي وبرضه بتموتي فيه. بس كان هيموتني المره دي. يخشي يكسرك. بقول لكم ايه؟ انا هروح له برضه عشان يعرف اللي وراكوا راجل، ما ينفعش كده. يا صالح قلت لك استنى، ما احنا اللي عصبناه برضه. نعم احنا اللي عصبناه؟ امال ايه؟ انت مش قفلتي عليه ميه ونور وقلتي ولا في دكاكين ولا في بتاع؟ دلوقتي يا نوجه بقيت انا اللي عامله كل حاجه وهو البريء المظلوم يا اختي؟
بقولك ايه يا نوس، اعملي اللي انت عايزاه وريحي دماغك مني شويه. انا عارفه ان انت هتفضلي ورايا لحد ما تطلقيني. انت يا نوبة اوعي صالح. خد اقولي البنت دي معمول لها غسيل مخ، مسيطر الواد. لا مسيطر ولا نيل، بتحبه يا صالح، بتحبه. احسن حاجه فيهم انهم بيحبوا بعض. ساعات بغير منها، حتى لما يقطعوا بعض خناق، لما بيرجع يقول لها كلمه حلوه بيبقوا زي السمنه على العسل. سمنه على العسل بيجيب حماوه. عموما انا هكلمه كلمتين عقلوا بيهم. حماو؟ ماشي بتاع الحماو. جيني تعالي حبيبتي. سكوزي يا علي. تعالي يا جيني. كنت عايزه اقول لك على حاجه. انا مسافره ايطاليا اسبوعين من بكره. اسبوعين؟ اسبوعين بحالهم يا جيني؟ هتوحشيني قوي. بس مش هينفع تقعد في البيت. ليه يا جيني ليه؟ ايه المشكلة يعني؟ طب وانت ليه ما قلتليش على الحكاية دي قبل كده؟ مش مهم يا علي، مش مهم. ممكن مفتاح البيت. ميلي جراتسي علي، ميلي جراتسي. تلعب يا عم. ازيك يا معلم سمير؟ مساء الفل يا معلم. عايزك في كلمه بعد اذنك. اه وماله؟ بس خمسه قضي مصلحه ورجع. لا بس شايل مع السريع. خلي الشاي عندي. تعالى في كلمه. انت مبهدل مراتك كده ليه وضاربها كده ليه؟ هي اللي نرفزتني يا معلم، وكل شويه تخوفني باختها. رحت ضاربها ويسبب ليها هي واختها. دي اصول برضه. مالهمش كبير، مالهمش راجل. طب تعالى اقول لك كلمه. ماشي. تعالى اقعد. طب بالراحة معايا. طب يا حبيبي اقعد. اقعد اقعد اقعد. عايزين نتكلم كده، اتنين رجالة بيتكلموا مع بعض. ماشي يا معلم. ايه الحكاية بالظبط؟